عمو تحسين، في خبر حلو. جيهان رجع اليوم على البيت. سمعت اللي قلته. ما لازم نروح هيك فرصة، المفروض نمنعها من الطلعة من البيت هالمرة. شو رأيك؟ لك رأي شو كرمال الله عربة. أنا حبست بنتي بالأوضة بس بعدين هربت. أنا ما بقلي كلمة عليها بعد هلأ. بترجع بتحبسها ولحتى ما تهرب منضل منراقبها. لا مستحيل. بس لكم يوم، لأنه بدي أثبت لحقيقة هذا جود وتفهم هالشي لمصلحتها. شو اللي بتعرفه عن جهود ونحن ما بنعرفه؟ انت حبيس جيهان هون واترك لي الباقي. اتفقنا؟